هنعمل باستا بالتونه وبيستو الشبت. هنعمل بيستو بس بالشبت. عندي هنا شويه باستا بينا لسه مسلوقه حالا، عندي شويه من التونه في الزيت بتاعها، عندي بصل احمر وبشر ليمون، وبالنسبه للبيستو او يعني الصوص اللي هنعمله بتاع الشبت، عندي شبت، ثوم، عندي جبنه بارميجان، عندي مستردة ديجون، وعندي عصير ليمون، واخيرا عندي شويه من الفستق. نقدر نستعمل اي بقى نوع مكسرات بنحبه، نقدر نستعمل كاجو، نقدر نستعمل فول سوداني، نقدر نستعمل عين جمل، اي حاجه من المكسرات نقدر نستعملها. طيب على طول كده تعالوا نحضر البيستو مع بعض. ننزل بالمكونات كلها، ادي الشبت، الثوم، مستردة، عصير الليمون، الفستق، الجبنة البارميجان، واخيرا بدل بقى زيت الزيتون هناخد الزيت بتاع التون. ونضرب الكلام ده مع بعض. عظيم جدا. بصوا بقى البساطة، ومن هنا شوية من زيت الزيتون في الطاسة، هنزل على طول بالبصل تقليبة سريعة، رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، نقلب كده كويس، نزود بس سنة من الزيت، وعلى الكلام ده هنزل بالمكرونة. هنزل بالتونة. نكسرها كده على قد ما نقدر، نخلطها كويس، انا عايزها تفرول كده عشان تبقى موجوده ايه في كل حته. وعلى الكلام ده هننزل بالصوص اللي عملناه، وبشر الليمون، ونقلب الكلام ده مع بعض كويس قوي.